اهلا بحضراتكم. اهلا اهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكون كل حاجه بخير. كل حاجه هتبقى بخير وبخير جدا قوي خالص. اقدر اقول لك النهارده ان السباق الرئاسي انطلق وبقوه. يعني اكيد حضراتكم تابعتوا المؤتمر الصحفي وشفنا انه النهارده المرشح لرئاسة جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي قام بإجراء الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة 2024، وزي ما حضراتكم شايفين قدامكم على الشاشة. طبعا كان في استقبال وسيادة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية. وبالفعل تم الإعلان النهاردة في المؤتمر الصحفي عن عدد التوكيلات بالفعل اللي تم عملها لفخامة الرئيس. أظن أكتر من 1,131,000، وأظن 105 لو صح كده، وأظن أيضا أكتر من 420 تزكية من أعضاء مجلس النواب المصري. سيادة المستشار محمود فوزي النهاردة الحقيقة في هذا المؤتمر الصحفي كان موجود وأدلى بمجموعة من الأرقام، مجموعة من الحقائق خلال هذا المؤتمر، واللي كان بيحضره العديد من الكتاب والصحفيين والجمعيات وممثليها وما إلى ذلك. خلونا نشوف التقرير اللي جاي حول هذا المؤتمر الصحفي الهام، ثم نعود مرة أخرى نكمل الكلام. نتقدم كحملة بالتحية لكل راغبي الترشح، ونحن ننظر لهم بعين الاحترام الواجب، وندعوهم إلى خوض غمار المنافسة الانتخابية بشرف وتنافس بما يعكس الأصالة والحضارة المصرية المترسخة فينا. ونحن في حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي على استعداد تام وكامل للتواصل مع الحملات النظيرة للوصول إلى هذا المشهد المشرف الذي يليق بمصر وبالمصريين. فهذا هو وقت العمل واستكمال الحلم وبناء المستقبل الأفضل لنا ولأبنائنا. الكلام اللي سمعناه في الحمله بيقول ان احنا داخلين على حمله انتخابيه هي جميله تليق بالدوله المصريه وتليق بالشعب المصري، هيكون فيها تنافسيه، واحنا نحب ان مرشحنا رغم الشعبيه الجارفه اللي هو بيتمتع بيها والانجازات اللي هو حققها، اللي احنا عايزين نشوفه بيفوز في انتخابات نزيهه وحقيقيه، وده اللي هيحصل ان شاء الله. طبعا الحمله ادت صوره منطقيه وموضوعيه لما قد يحدث في الإطار بتاع الحملة والدور اللي هتأديه الحملة الإعلامية، وإزاي هيتم التنسيق مع الجهات والأحزاب وكافة القوى الموجودة على الأرض للاستفسارات والرد عليها، باعتبار أن دي حملة مهمة وحملة تعبر عن الرأي العام وعن المسار الانتخابي اللي جاي ان شاء الله. طبعا احنا ككيانات شبابيه كنا موجودين اكتر من 20 كيان شباب، النهارده بيضم اكتر من 800,000 شاب على مستوى الجمهوريه من جميع المحافظات. انا جاي من سوهاج مخصوص، انا ومجموعه من شبابنا من شباب المحافظه، بنقول احنا مع سياده الرئيس وداعمين للحمله ان شاء الله. وطبعا كان في استفسارات كتيره موجوده النهارده استفدنا منها على اساس ان احنا نرد على شبابنا. اهلا بيكم. طيب يمكن واحنا بنتكلم دلوقتي فاحنا بنتكلم على الحدث اللي كل العالم يتابعه عن كثب، كل العالم بالمعنى الحرفي، لا يوجد احد من قادة العالم الان لا يتابع ما يحدث على الاراضي الفلسطينية المحتلة. ويمكن حضراتكم شفتوا الكثير من الفيديوهات، الكثير من الصور حول عملية طوفان الأقصى واللي قامت بيها المقاومة الفلسطينية تجاه الاحتلال الصهيوني.
الأرقام اللي واردة لحد دلوقتي، بنتكلم على الآلاف من الإصابات، بنتكلم على المئات من الآلاف من الإصابات، أيضا هناك قتلى، هناك المئات من الأسرى، هناك آليات تم الاستحواذ عليها إلى آخره، منها MK4، منها هامر، منها حاجات كتير جدا، وشفتوا آليات كتير كمان من الواضح أنها كانت داخل بعض المعسكرات أو بعض الأماكن بتاعتها تم تصويرها، وبالتأكيد دي تم إتلافها فيما بعد. شفنا طيارات هليكوبتر بتضرب وهي في السماء، شفنا الحقيقة مشهد وكأنه يتحدث عن كلمة طوفان الأقصى، واضح أنه طوفان كيفما تصف الجملة أو تصف العملية بالضبط. يمكن ده بيحصل بعد عشرات أو كل مئات من الاعتداءات والانتهاكات من الاحتلال تجاه الفلسطينيين على الأراضي المحتلة، والمزيد من الانتهاكات اللي كانت للأسف الشديد بتتخذ مسارتها داخل المسجد الأقصى تجاه الرجال والنساء والأطفال. كل الفلسطينيين للأسف الشديد في محيط الأقصى كانوا يتعرضون للانتهاكات المسيئة، مش بس الفلسطينيين ولكن المسيئة للعروبة بشكل عام وللإسلام بشكل أيضا أكثر عمومية. ويمكن الكثير من المحللين كتبوا في عشرات المقالات تحذيرات إنه هذه الانتهاكات وهذه الاعتداءات على المدن الفلسطينية وعلى المدنيين الفلسطينيين مش هتعدي مرور الكرام. الكثير من السياسيين، الكثير من المحللين كتبوا وحذروا بوضوح شديد من إنه هذا الطوفان قادم. والناس لما بتكتب هذا التحليل الحقيقة ما بتكتبوش من فراغ، ولكن استنادا على التاريخ القريب وليس التاريخ البعيد. احنا بنتكلم على انه الفلسطينيين كلما تعرضوا لموجات شديدة العنف من الاعتداء من قبل قوات الاحتلال كان الصبر يبدو طويلا ثم تثور الثائرة. يمكن مرتين كنا بنصف ما يحدث بالانتفاضة، انتفاضتين، انتفاضة أولى ثم انتفاضة تانية، أما اللي حاصل دلوقتي وحتى طبقا للوصف وحد تعبير الجانب الصهيوني فهو حرب تشنها الفصائل الفلسطينية تجاه إسرائيل على حد تعبيره. ناس بتتكلم على انه هناك مش بس اسرى من المجندين الاسرائيليين، بعض انا بقول لك اهو، بعض الوكالات كتبت ان من بين الاسرى ايضا جنرال اسرائيلي. طبعا لازم تنظر الى حاجتين دالتين بقوه في هذا المشهد. الحاجة الأولى هي المكالمة اللي تمت ما بين الرئيس الفرنسي اللي قام بالاتصال إيمانويل ماكرون اللي قام بالاتصال بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث كيفية التهدئة، ومن ناحية أخرى صورة فخامة الرئيس واللي أتمنى أن الزمايل يحطوها لنا على الشاشة، صورة فخامة الرئيس وهو يقف داخل غرفة عمليات لمتابعة ما يحدث طوال اليوم على الأراضي الفلسطينية المحتلة. طيب المشهدين دول أو هذه الصورة زائد هذه المكالمة غير منفصلتين أبدا عن المسار المصري. المسار المصري ده، دي الصورة زي ما حضراتكم شايفين، دي صورة فخامة الرئيس وهو يقف داخل غرفة عمليات يتابع كل ما يحدث على الأراضي الفلسطينية. هنا دي المتابعة الدقيقة، هنا دي الصورة اللي بتقولك انه أيوة مصر واحد، قضيتها المركزية دائما هي القضية الفلسطينية. ده يؤكد انه مصر لا تتخلى أبدا عن هذه القضية وأنها تبحث دائما عن مسارا سلميا سياسيا لحل هذه الأوضاع. ويمكن الرئيس من اللحظة الأولى لتنصيبه في 2014 إن كنتم تتذكرون في قصر القبة وكان في خطابه إنه نحن نبحث للوصول إلى حل الدولتين على حدود ما قبل 5 يونيو 67، وأنه تبقى القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية. هذا خطاب وهذا مسار
أكد عليه الرئيس مرارا وتكرارا، بل إن الخطوات المصرية استمرت في ذلك على مدار يمكن 10 سنين اللي فاتوا. فمصر كانت هي اللاعب الرئيسي لأجل التهدئة، لأجل حقن الدماء، لأجل توحيد أيضا الفصائل في هدوء، لأجل وقد أي شكل من أشكال الصراع ما بين الفصائل الفلسطينية وبعضها البعض من فصائل المقاومة الفلسطينية، وأيضا لوقف أي شكل من أشكال الاعتداءات من جانب الاحتلال تجاه الأراضي الفلسطينية وأشقائنا الفلسطينيين. وحتى هذه اللحظة تيجي تشوف أنه أيضا الرئيس الفرنسي يتحدث أو يقوم بإجراء مكالمة هاتفية مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تجد في أوقات سابقة كان جو بايدن اتصل تقريبا مرتين لو أنا متذكر مظبوط بفخامة الرئيس للثناء والاطلاع أيضا على مجريات الأمور في وقت سابق، في وقت أيضا كان في المزيد من التصعيد. القاصي والداني يعلم أن أي عنف سيواجه بعنف مضاد، ده طبيعي. اثنين، من يرى أو يقرأ أو يفهم القضية الفلسطينية أو قضية الصراع العربي الصهيوني جيدا يعلم جيدا، بل هو يجب أن يكون على تمام التأكد من أنه هذا المشهد اللي احنا النهاردة بنسميه طوفان الأقصى طبقا لما تم تسميته من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية كان آت، إلا أنه أتى أكبر بكتير مما كان الكل يتصور، لا في الجانب الاحتلال كانوا يتصوروا ذلك على الإطلاق، ولا أي حد في العالم كان يتصور أن هذا الطوفان سوف يأتي بهذا الشكل، مما دعا إلى أنه مجلس الأمن هينعقد بكرة علشان ينظر في هذا الموضوع ويشوفوا هيعملوا إيه لبحث وسائل التهدئة. خطاب الخارجية المصري الحقيقة كان أو يعني بيان الخارجية المصري الحقيقة كان بيانا شديد الوضوح، وفي نفس الوقت كان يعني أقدر أقول لك شديد العروبة لو صح التعبير. في النهاية خالص هو بيان الكبار، بيان الدولة الكبرى التي تعلم جيدا حجم التحديات اللي في المنطقة، تعلم جيدا حجم ما سوف يؤدي إليه هذا الصراع، تعلم جيدا حجم ما يؤدي إليه العنف وما أتى بعنف مضاد إلى آخره. دعوة التهدئة الصادرة من الخارجية المصرية هي تهدئة لأجل الصالح، الصالح. بيان الحقيقة عجبني جدا ولا يوجد عليه بصراحة أي شائبة، يعني لا تشوب أي شائبة، بيان متزن وذكي وسياسي بالدرجة الأولى، عروبي أيضا بالدرجة الأولى. طيب وإحنا بنقول كل ده هنظل بالتأكيد هنتابع، بس يجي دايما في بالي يا أخي حاجات غريبة جدا، حاجات غريبة جدا. يعني لما تلاقي ان في بعض الدول، يعني تلاقي مثلا جماعه الامريكان يقول لك اصل احنا نقف جنب اسرائيل ضد هذه الاعتداءات الارهابيه، لا اله الا الله، امال احنا ليه ما سمعناش صوتكم خلال الشهور اللي فاتت وكان بيسقط عشرات القتلى من اهالينا في فلسطين؟ شيء غريب جدا جدا. العالم يا ساده يا كرام هيفضل طول الوقت يكيل بمكيالين، اول ما بتيجي الحاجه على عكس هواه يبدأ في الحديث، زي بالظبط كده بيجي يقول لك البيان المتعلق بحقوق الإنسان. طب يا جماعة هو هشام قاسم بأمانة شديدة، يعني سؤال كده هتقول لي طب وإيه علاقة ده باللي بيحصل؟ هقول لك بص خلاصة القول، العالم لا يحكمه الضمير، العالم تحكمه القوة، العالم بيميل كفته للي على مزاجه. المهم إنه العرب هم كمان كلنا نتعلم، إن إحنا بنمشي ورا مصلحتنا، بس مصلحتنا المجتمعة من المحيط للخليج مصلحتنا واحدة، كلمتنا واحدة. في هذه الحال هناخد كل ما نستحقه بالحق وبالعدل. عايز أرجع بيك 50 سنة لورا، 50 سنة لورا، بس مش بالظبط 50 سنة، احنا هنرجع مع بعض اليوم 9 أكتوبر سنة 1973. خطاب نادر من أب لابنه يوم 9 أكتوبر 1973 بعد فشل الهجوم الإسرائيلي المضاد. طبعا احنا عارفين انه الجيش المصري دحر القوات الصهيونية في 6 أكتوبر، واستمر الهجوم المصري الكاسح على
قوات الجيش الصهيوني المحتل الأراضي العربية، كان محتلا لسيناء آنذاك، فطهرها الجيش المصري. معانا على التليفون الدكتور محمد نجيب أبو زيد، الأستاذ بالجامعة الأمريكية، هو أحد أبناء أبطال حرب أكتوبر، والده كان وقتها عقيد بالقوات المسلحة المصرية وأرسل له هذا الخطاب. فدكتور محمد، الحقيقة اللي أنا بتشرف بأنه يعتبرني صديقه، بعت لي الجواب ده، قال لي عايزك تقراه، فاستأذنته أنه هو أنا ممكن أعرضه، فدكتور محمد قال لي أيوة. مش كده يا دكتور؟ تمام، مساء الخير على حضرتك. إزاي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك ومشاهديك الكرام، وربنا يخلي حضرتك يا فندم. إيه قصة الخطاب ده يا دكتور؟ والله الخطاب ده كان وقتها سني 9 سنوات، وكنت طفل شغوف جدا بما يحدث زي أبناء جيلي كلهم. حينما قامت الحرب يوم 6 أكتوبر، وده كانت مفاجأة للجميع، وده كانت من مهارة القيادة السياسية المصرية والجيش المصري وقتها. ظللنا لمدة 3 سنوات، يعني 6 سنوات، منتظرين هذا اليوم. أنا شخصيا وأسرتي قعدنا 3 أيام ما نعرفش والدي الله يرحمه فيه. الله يرحمه يا رب. والحرب قامت لحد ما يوم 9 أكتوبر بالليل متأخر جالي هذا الخطاب، أو جال أسرتي هذا الخطاب، وكان مصدر سعادة بالغة، لأن حضرتك لما تقرأ الخطاب تجد حديث جميل وحديث وطني وحديث صادق من أب لابنه. فكان خطاب جميل، وخطاب بالنسبة لي أهم وثيقة جات لي بحياتي تكلمتها. طب دكتور محمد، هل يعني نقدر نستأذن حضرتك أنك تقرأ لنا الخطاب، نسمعه كلنا احنا والمشاهدين بصوتك كمتلقي لهذا الخطاب بشكل مباشر؟ حاضر، يسعدني ويشرفني. ده احنا نتشرف. وأنا أقرأ بالطريقة اللي كان والدي بيقرأ وبيكتب بيها، وأرجو أن حضرتك، وأنا أعلم جيدا حضرتك قد إيه راسين في اللغة العربية، حتى في أثناء المعركة كانت لغته العربية سليمة. طبعا ده جيل عظيم كمان أصله، يعني الله جيل فعلا كان كله كده يعني، ودي حاجة نعتز بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. ابني العزيز محمد، إليك حبي وأشواقي وقبلاتي، مع دعواتي لك بالتوفيق والنجاح بإذن الله. أرجو أن تطمئن يا محمد أنني بخير، وأنك تتأكد أن أباك قد حقق أملك في المشاركة في تحرير الأرض المغتصبة والثأر لشهدائنا الأبرار. وأنا واثق أنك كنت مشتاقا لهذا اليوم، وكنت تتمنى أن يقوم اللواء السادس المشي الميكانيكي بعمل بطولي، وقد حقق اللواء السادس رجاءك وأجبر العدو الإسرائيلي على الفرار، وبإذن الله سوف نحقق النصر كاملا وقريبا بإذن الله. وبفضل دعواتك واجتهادك ونجاحك في دراستك، ربنا يوفقنا جميعا لما فيه الخير، والله الموفق. ولو رحنا للصفحة الثانية، هو بيقول بقى بيختم الجواب، وإليك أحر أشواقي وقبلاتي، وإلى أن ألقاك إليك مني أحر القبلات والأشواق الحارة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدك الحبيب والتاريخ زي ما حضرتك والمشاهدين شايفين 9/11/73، واحنا حتى حاطين صورة الوالد الله يرحمه يا رب، بس دي بقى صورته وهو لواء. دي صورته هو لواء في ايوه، كان وقتها قائد المنطقة الجنوبية العسكرية. حضرتك من شوية حطيت صورة للوالد بالابيض والاسود. أيوة. بس عاوز اقول للمشاهدين الكرام قصتها دي، اثناء المعركة وكان هو عقيد، دي على اعتاب ومشارف مدينة السويس الباسلة، الله، اللي حاول العدو يحتلها. وكان فيه الحديث الشهير دي، انا وانا طفل رحت بقى زرته، وانا على الشمال ده انا وصديقي خالد. ايوه، رحنا زرنا مدينه السويس، والدي على اليمين في اقصى الصوره، واحنا بنشوف مدينه السويس. ودي اصلا كانت يعني جرأه ان اب بيدعو ابنه فور وقت اطلاق النار لزياره مدينه السويس، والعدو الاسرائيلي لا تزال حرب يعني لم تضع أوزارها بعد كما يقال. دي خطوة من 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 بطل حرب يتحلى بكل البسالة، بأنه بيزرع نفس البسالة عند ابنه. الحمد لله وربنا طبعا، وبكرة لحضرتك، والدي كان كذلك، وجيله كان جيل عظيم والله يا أستاذ يوسف، يعني أتحدث عنه وأتحدث عن جيله وزملائه وضباطه وجنوده، كان جيل عظيم بمعنى الكلمة.
طب دكتور محمد، يمكن وأنا بسمع هذا الخطاب وتاريخه وإزاي الوالد بيتكلم على إزاي قدروا أن هم يوقفوا تقدم القوات الإسرائيلية وما إلى ذلك، فأنا أسمعها وكأنها وثيقة من الوثائق شديدة الأهمية، لأنها توثق ما حدث بالفعل، وده ردا على أي حاجة ممكن يكون بيقولها الجانب الصهيوني. لكن هنا هرجع على حاجتين. أول ما دكتور محمد قرى الخطاب ده زمان لما كان عمر حضرتك 9 سنين، ولما بتعيد قراءته دلوقتي، الشعورين، شعور ده كان عامل إزاي طفل عنده 9 سنوات، وشعور الأستاذ الدكتور محمد نجيب أبو زيد؟ ده الحقيقة سؤال جميل جدا، عايز أقول لحضرتك ليه بقى. لفت نظري لما نضجت شوية أو يعني تقدمت شوية السن، إن إزاي أب في وقت عصيب، وقت الحرب، حتى لو أنت بتلتخط أنفاسك فهو وقت عصيب، ووقت في أي لحظة أي حاجة ممكن تحصل، بيربط إزاي دوره كواحد مقاتل على الجبهة بأنه بيحاول يوصيني بالاجتهاد والمثابرة والدراسة والإخلاص في عملي. فدي طبعا حاجة، هذا الربط ربط جميل جدا. وإذا أخذت هذا الموضوع وقلت لحضرتك قوة بقى الجبهة الداخلية في مصر واصطفافها، ودي حاجة عظيمة جدا في الشعب المصري وقت الأزمات، أعتقد دي رسالة مهمة جدا وقتها جدا. وعاوز أقول لحضرتك حاجة أخيرة إذا أذنت لي. أنا كنت أشاهد والدي وجيله وهما يتدربون على عملية العبور دي في أماكن كثيرة من مصر، وأنا كان بيصطحبني وأنا طفل صغير. فهذا الإعداد والاستعداد لم يكن وليد الصدفة لأن يولد هذا النجاح وهذه الذكرى العطرة اللي احنا كلنا بنحتفل بيه. صحيح صحيح. دكتور، أولا أنا اتشرفت جدا أنه سمحت لي بأن احنا نعرض هذا الخطاب، واتشرفت جدا بالمكالمة، زي ما أنا دايما متشرف بصداقتنا اللي أنا بحس يعني أنها شيء عزيز وعظيم جدا بالنسبة لي، وياريت نتقابل قريب بقى. يسعدني ويشرفني، ودايما أنا متابع جيد لبرنامج حضرتك وكل النجاحات. يا بختي، أشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر حضرتك. الدكتور محمد نجيب أبو زيد، الأستاذ بالجامعة الأمريكية، وهو ابن أحد أبطالنا في حرب أكتوبر، وتفضل علينا الحقيقة بأنه سمح لنا واختصنا بهذا الخطاب، خطاب من أحد أبطال الحرب لابنه، يتلى عليكم بعد 50 سنة. يعني أظن هو إحساس مختلف تماما، وهو توثيق ليوم من أيام الحرب بإيد وبخط واحد من أبطالها في وقتها. طيب تعال أخدكم ونروح على موضوع آخر ولكن متعلق بالداخل. صحيح ما أقدرش أسميه بقى هنا بالتعبيرات اللي احنا بنستخدمها الجبهة الداخلية، لأنه ده تعبير يمكن كنا بنستخدمه دائما أيام الحرب، ونستخدمه أحيانا أيضا أيام السلم. الجبهة الداخلية اللي طول ما هي إيد واحدة، وطول ما هي متضامنة مع بعضها البعض، وطول ما هي واقفة في نفس ذات المربع الوطني، حتى وإن حملت بالنقد ما فيهاش أي أزمة على الإطلاق، لكن نفس ذات المربع الوطني، نفس هذه المساحة المشتركة، ثق إن الجبهة الخارجية بمنتهى القوة. طيب تعال نروح بقى للموضوع اللي كنت بقول لك عليه، موضوع مدني بحت، موضوع التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم بدأت تتعاقد مع المعلمين الجدد بالمديريات والإدارات المختلفة، ومعانا على التليفون الأستاذ محمد الشرقاوي، الصحفي المتخصص في التعليم ومساعد رئيس تحرير وزير اليوسف. أهلا أهلا أهلا. تحياتي لي يا صديق العزيز. تحياتنا ليك يا أستاذ محمد. تحياتي لمشاهدينك الكرام. إيه قصة التعاقدات الجديدة؟ قول لنا وفرحنا. طب ما تخليني، عشان أنا شايف علامات النصر الأول على وشك والفرح على وشك من بعد الحلقة عن التعليم المصري. أيوه. وعليه أيضا لابد أن نسمي جهود القيادة السياسية في محاولة سد الحد في أهم مكان للتعليم في مصر، وهي المدارس، التي لا يجب أبدا أن يكون التعليم المصري عاجز عن أهم مهامه التدريسية، لأن لو في عجز في التعليم، اسمع من هذه الجملة، هيكون عندي جيل عاجز عن المعرفة والتعلم وناقص التأهيل في أهم مكان هو الأهم في التعليم والتدريب والمعرفة والثقافة والتأهيل وبناء الإنسان، وهي المدرسة المصرية. وعليه قرر رئيس الجمهورية لما عرف أن في عجز في أعداد المعلمين يتجاوز 250 ومعلم ما بين معلمين وإداريين وأمن، قرر على الفور تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات. البشرى الثرى الأولى
ان وزير التربية والتعليم يوم الخميس المنصرم وقع بالاكلاشيه على الموافقة على تعيين الاسماء اللي اجتازوا جميع الاختبارات في الدفعة الاولى من 30,000 معلم. هيستلموا العمل خلال الايام القليلة الماضية، وكان بيني وبين وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي منذ دقائق مكالمة مطولة عن هذا الحدث الجلل في مجال التعليم. احنا بنتكلم على تعيين 150,000 معلم طبعا. لم تحدث في تاريخ وزارة التربية والتعليم على مدار عقود سابقة كبيرة، وبالتالي اللي تم يعني اختيارهم وتعيينهم ووافق على تعيينهم خلال ايام قليله هيتم تعيينه ويستلم عمله وهيرسل للمديريات التعليميه خلال ال 48 ساعه القادمه الكشوف النهائيه بالطلبه او بالمعلمين اللي تم تعيينهم، وعليها المديريه هتتواصل مع باقي المعلمين عشان يقدموا مصروغات التعيين. على بعض الحالات لما تعلن النهائية هترى انها سقطت، زي مثلا الحوامل اللي كان المفروض يأدوا تدريبات في الأكاديمية العسكرية ونظرا للحالة الصحية طبعا ما قدروش يكملوا، وبالتالي مش هيعلنوا ان عندهم في الكشوف هناك. ولم اكن يعني حتى الآن لكنية وزارة التربية والتعليم في الأكاديمية العسكرية لعمل أو فتح باب الالتماسات، وأن يكون التقدم للالتماس من خلال المديرية اللي هترسل هذه الالتماسات إلى الوزارة ثم الأكاديمية العسكرية لاتخاذ القرار النهائي بخصوص المعلمين الذين تقدموا بهذا الالتماس. يا مسهل أهي اتحركت يعني القطر اتحرك أهو زي ما بيتقال. إيه؟ القطر كده اتحرك. القطر طبعا اتحرك. عندي بقى كمان 30,000 معلم تم اختبارهم خلال الفترة الماضية او قدموا اوراقهم خلال الفترة الماضية من شهر فبراير المنصرم، ايضا اعلنت الكشوف النهائية للنهائية من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لمحافظتي القاهرة والجيزة، وعليه هيتم خلال العشر ايام القادمة اعلان باقي الاسماء والمحافظات الاخرى. وعليه ايضا فتحت الجهاز المركزي للتنظيم والاداره فتح التظلمات للمعلمين المرشحين اللي دخلوا ودخلوا الاختبارات انهم يكونوا في هذه الكتب، هتفتح لهم باب التظلم في الجهاز المركزي للتنظيم والاداره. طب الجهاز المركزي للتنظيم والاداره دوره ايه؟ ما فيش تعيين في وزارة التربية والتعليم إلا من خلال التقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اللي بيجري اختبارات في وزارة التربية والتعليم. طب بيختبرهم في إيه؟ تخصص أكاديمي وتربوي، الثقافة العامة، السمات الشخصية، المكون اللغوي، المهارات التكنولوجية. اللي هيجتاز دول هيطلع لمرحلة أعلى، يروح يتم تدريبه بس وصحيا ونفسيا الخط بيقطع جامد يا استاذ محمد، هعاود الاتصال بيك مره ثانيه، بس اشكرك جدا يعني على تفضلك بشرح ما حدث اليوم. وزي ما كنا بنتكلم كده في انه يعني القطار اتحرك وبدات بالفعل الدفعات الاولى من ال 150,000 معلم، بانه باذن الله يبداوا يتسلموا دفعه اولى كده تبدا تتسلم خلال ال 48 ساعه القادمه او خلال الايام القليله القادمه. ونبأ ايضا جيد وسار جدا 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 للمعلمين المصريين والعمليه التعليميه بشكل عام، لانه في النهايه خلص العمليه التعليميه انا بظنها دايما ان هي فيها ثلاث زوايا، زاويه اساسيه الا وهي المعلم، زاويه اساسيه طبعا هي المناهج الدراسيه، زاويه اخرى هي الطالب. استقامت الثلاث زوايا او نجحت الثلاث زوايا في انه تسير على الاتجاه السليم العمليه التعليميه تجدها سليمه جدا باذن الله. كل الشكر استاذ محمد الشرقاوي الصحفي المتخصص في التعليم ومساعد رئيس تحرير روزا اليوسف. طيب الخبر اللي جاي ده هيحتاج مني مناقشه مع مصدره. طيب الخبر بيقول ايه؟ بيقول اسمعوا مني، أقول لكم هيحتاج مني مناقشة مع مصدره.
انخفاض أسعار الدواجن والكيلو يسجل 71 جنيه للمستهلك. معانا على التليفون دكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن. اهلا بيك يا دكتور ثروت. اهلا استاذ يوسف. اهلا يا فندم. ازاي الصحة؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. الاسعار دي ايه؟ فعلا في تراجع في اسعار الدواجن. الخميس كانت الاربع مسجله 75، الخميس 71، النهارده السبت 69. استاذ يوسف احنا عارفين ان احنا الدواجن دي ماده حيه وبتخضع 100% للعرض والطلب حسب كميات المزارع اللي بتفتح كل يوم. ممكن الطلب بيزيد شويه، العرض بيزيد شويه، فدي سرعه شديده المرونه. لكن الشيء اللي يطمن ان احنا الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي بنسبه 100% من الدواجن والبيض. لا يوجد تخزين، احنا بنتكلم دواجن اسمها دواجن حيه. الاسعار اللي بنتكلم فيها من 75 ل 71 ل 70 69 النهارده دي ماده حيه، ما فيش فيها اي تخزين وبالتالي ما فيش فيها احتكار. الحمد لله زي ما قلت في عندنا الاكتفاء الذاتي موجود والانتاج بعكس النهارده عندنا ابواب النهارده للتصدير. في حاله وجود فائض بيبقى في فرصه كمان للتصدير. مطلوب المنتج النهارده سواء دواجن او بيض او كتكوت تسمين للدول العربيه وافريقيه وخليجيه. طيب ده كلام حلو يا دكتور ثروت. اذا السعر 69 ل 75 هحسبه كده، يعني من 75 ل 69 حي للمستهلك. بالظبط كده. طيب بالزبط. سؤال بقى، اغلب المستهلكين ما عادوش بيشتروا حي يا دكتور ثروت. تمام. سعادتك الدواجن احنا كان عندنا قانون اللي هو قانون 70 ل 2009 اللي هو بمنع تداول الطيور الحيه. ايوه. على الاقل كنا هنبدا بالقاهره واسكندريه كمرحله اولى وكان نتطبق قبل ثوره يناير، وبعد كده حصل فيه تراجع تاني، فما زال تداول الطيور في باب المزرعه بيكون حي وبيتم توزيعها بعد كده من الموزعين على المحلات. بيضاف طبعا 70 80% هو حي، لكن السعر اللي احنا بنقوله ده سعادتك نزوله من 75 لحد 69 النهارده ده سعر الدواجن الحية، يزيد من حوالي 7 جنيه 8 جنيه حسب المنطقة وحسب حلقات التداول الموجودة لحد ما يوصل للمستهلك. لكن نتمنى تفعيل القانون، هيكون في إفادة صحية وحضرية واقتصادية كمان للمواطن وللمنتج. حلقات التداول دي بيتم فيها أستاذ يوسف فقد كبير جدا، حوالي 15 ل 20% في الأوزان وفي بتنافق في الطيور، فدي ممكن ما بيستفدش منها لا التاجر ولا المربي ولا المستهلك. فتفعيل القانون ده يعني النهارده مصر الجديده ليها بتسعى للسياحه، بتسعى النهارده لعمل ارقام سياحيه جديده. فمواصفات الغذاء النهارده لازم اساسي يكون التداول يا اما مجمد او مبطل زي دول العالم كلها. طب ده يخليني اروح لسؤال يا دكتور ثروت. اذا كان التداول للمستهلك بيلعب ما بين ال 69 لل 75 واذا كان ممكن يبقى في معدل فقد حوالي 20% ما بين اوزان وما بين نفوق، ده معناه انه السعر هيوصل او السعر الفعلي للمستهلك يزيد عن ال 70 جنيه دي 20%. سعادتك اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل بين الذبح الآلي والذبح عن طريق المحلات اللي احنا حاليا موجوده. العنبر اللي هو 5000 او 10000 او حتى 20000، احنا عندنا طاقات مجازر في مصر كبيره جدا تكفي لاكثر من 2.5 مليون طائر في اليوم. ممكن بيتذبح العنبر ويتم الكشف البيطري عليه خلال نص ساعه ساعه بالكثير، فما فيش اي فقد. لكن لما تاجر بياخد النهارده عربيه فراخ 2000 فرخه وينقلها من محافظه لمحافظه ومن تاجر لتاجر ومن محافظه لمحافظه، كل حلقات الفقد دي بتفقد في الوزن وبيفقد فيه نسبه نافق بيتحملها المستهلك. طيب سؤال يطرحه المستهلك دائما، هيقول لي والله يوسف دكتور ثروت قال لك انه السعر تقريبا 70 جنيه، هنقول 75، ده معناها ان الدواجن مدبوحه ومتنظفه السعر يصل لكام؟ لا بتبقى نظر حوالي 90 95 ممكن توصل لحد 100 جنيه، ان في حوالي 30% بين احشاء ودم وريش بتم فقدهم، 30 32% من الطائر بتم فقدهم، فبتوصل لحوالي من 95 لحد 100 جنيه.
الأهم يا أستاذ يوسف، إحنا الحمد لله في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إحنا عندنا اكتفاء ذاتي من الدواجن، عندنا اكتفاء ذاتي من البيض، لم نستورد طبق بيض واحد من الثمانينات، فالحمد لله إن في اكتفاء ذاتي. وفي ظل ظروف التحديات الموجودة، ظروف الحرب وظروف اللي بيمر بها العالم كله، والنهارده في توجه كبير جدا من الحكومة للحفاظ على كل منتج وطني وتدعيمه. ان النهارده طب ده معناه انه سعر، ده معناه انه سعر البيض كده المفروض يبقى كام؟ سعر البيض النهارده في ارتفاع فيه شويه. النهارده في الفرم جيت على المزرعه حوالي 123-123، وده سعر مرتفع جدا نسبيا نتيجه تداعيات احنا عشناها في الشهور اللي فاتت وساعتك عشتها معانا، ان في جزء من المربين خرجوا من العمليه الانتاجيه، فطبعا عشان يرجعوا تاني محتاجه النهارده الاعلاف، الحمد لله الاعلاف متوفره والاسعار بتاعتها اسعار طبيعيه، فاعتقد استمرار توفر الاعلاف ووجود مخزون استراتيجي لها هيشجع المربين للرجوع تاني. اساس احنا بنتكلم في ماده حيه لا يوجد فيها تخزين، السؤال هل النهارده في تخزين في الدواجن الحيه او في بيض المائده؟ الاجابه لا. اذا النهارده اللي هيعمل توازن في الاسعار وهيعمل كمان تراجع في الاسعار هو الانتاج، والانتاج هيجي منين؟ بعوده المربين، الجزء اللي خرج يرجع تاني. طول عمرنا النهارده الدواجن بتزيد شويه بتنقص شويه حسب العرض والطلب، لكن النهارده اعتقد في الفتره اللي جايه هيكون في انتاج اكتر، في دخول مربين اكتر. دورات التسمين انت عارف سعادتك 6 دورات في السنه، فإن المربي يشتغل 6 دورات ده مهم جدا، هيعمل تدفق على مداه على مدار السنه، ما يكونش فيه فجوات، ان لو حصل فجوه هيرتفع السعر لحد ما تدخل دورات جديده. الدوله قاعده عماله بتفرج عن اي اعلاف بتيجي المواني، بتوفر موجود العمله الصعبه المتعلقه بالاعلاف ومستلزمات الانتاج، فمفترض ان الدورات تبقى مكتمله دون اي فجوه. بالظبط. الفتره الجايه متوقع التدفقات تزيد تدريجيا مع عودة المربين اللي خرجوا، فأعتقد هيبقى إنتاجنا أكتر من احتياجاتنا كمان. وفي الوقت ده الدول اللي حوالينا اللي طالبة النهارده استيراد، النهارده السعودية خبر جيد جدا فتحت الاستيراد من السوق المصري، وده شيء إيجابي جدا، إن احنا برضه محتاجين جزء كبير من العملة والنقد الأجنبي عشان تثبيت الجزء اللي احنا بنحتاجه في خامات الاعلاف. نقد اجنبي اعرف اجيب بيه علف، اقدر اشجع الصناعه مره تانية انها تعود وتتعافى باذن الله. اشكرك جدا يا دكتور ثروت، كل الشكر دكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن. الكلام اللي بيقوله دكتور ثروت الحقيقه يتوازن، يتفق جدا بانه يوم احتفاليه 6 اكتوبر اللي كانت في المناره اسعدني الحظ ان انا كنت ابقى موجود، وكان ليا شرف كبير يعني، وفكروني اكلمكم على الاحتفاليه دي. فالحقيقه قابلت الدكتور علي مصالحي وزير التموين والتجاره الداخليه، او سلمت عليه قلت له يا دكتور الاسعار، قال لي اسبوع وهتجد سلع كتير سعرها نزل في السوق. قلت له طيب يا رب يا مسهل. اللي قاله لي دلوقتي او اللي قاله لنا دلوقتي سوا دكتور ثروت الزيني يتفق مع هذه الفكره، او يتفق مع هذا النسق، او يتفق مع هذا التوجه، انه خلال الاسبوع الجديد اللي هنبدا فيه او حتى في اخر الاسبوع يعني على يوم الخميس مثلا اتوقع ذلك او اتمنى ذلك عشان ابقى دقيق، في اسعار تبدا تهدى حبتين. اتمنى بس يكون من بينها، اتمنى جدا بيض المائده والألبان والدواجن واللحوم تختشي شوية أو شويتين. أصل أنا لما كنت في بني سويف شفت الناس في الشارع، الجزارين اللي موجودين في شوارع هذه المدينة رائعة الجمال بالمناسبة، بني سويف دي طلعت حلوة حلاوة. مهم يعني ظهر مصر أحلى وأجمل من تخيلاتنا القاصرة على القاهرة وبعض المدن يعني. فلقيت أنه السعر هناك ده كده اللي موجود، ولا في جمعية ولا في منافذ ولا حاجة، عند الجزارين السعر هناك قليل كتير. شوف قد بقى، شوف كده كتير عن السعر مثلا في القاهرة واسكندرية. يا ترى ليه؟ طب وده معناه ايه؟ مش معناه ان التجار اللي عندنا هنا شدين حيلهم علينا شوية؟ طب ده مش معناه ان احنا
لازم ننشف ايدينا حبه على التجار؟ اظن ذلك. فاصل ونكمل الكلام. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ بصوا انا من دعاه الحداثه، دعاه التكنولوجيا، بس مش من دعاه الاستغفال بصراحه. يعني مثلا في حاجات كده انا استغرب ان البني ادم ممكن يشتريها اونلاين. يعني مثلا وحضرتك ممكن تشتري ذهب، ياقوت، الماس اونلاين؟ ازاي؟ طب يعني طب انت هتعاين اللي هتشتريه ازاي؟ خاتم بقى، سلسله، كوليه، حلق، ايا كان، اونسيال، زي ما يطلع، هتعينه ازاي؟ طب وهتتاكد ازاي انه حقيقي؟ يعني حتى المثل يقول لك ليس كل ما يلمع ذهبا، واي شيء لونه اصفر وبيلمع يبقى ذهب؟ طب مش في حاجه اسمها ان انا بشوف الحاجه واعينها واشوف الدمغه بتاعتها واتاكد من العيار؟ ادي واحد. اتنين، طول عمرنا يعني من ساعه ما اتولدنا واهالينا اتولدوا وجدتنا اتولدوا نعرف انه يقول لك ايه مثلا، ايه في الجواهرجي بتاع العيله، مش بتاع العيله عشان احنا كثير الشراء، بس عشان ده اللي نعرفه بقالنا اجيال، فبنروح نتعامل معاه وفاحنا ضامنينه، عارفين حاجته، عارفين انه لو عاوزين نرجع حاجه في اي وقت هترجع، عارف انه لما باجي برجع الحاجه ما بيتخسفش بيها قوي في السعر. طبعا اي شيء بيرجع لازم يقل سعره حبه، على الاقل بيخسر المصنعيه بتاعته يعني. لكن في حاجة اسمها ان انا بروح دايما للتاجر المضمون اللي انا عارفه. كل ده التاجر المضمون ده كل ده كوم، وبالمناسبة دي حاجة معروفة في الدنيا، مش عندنا بس في مصر يعني، كل ده كوم. وان انا اشتري ذهب عمياني ده كوم تاني، يعني اخش على فيسبوك ويعجبني خاتم فاشتريه وبعدين احول فلوسه ويجيلي يا ميجيليش، او لما يجيلي اكتشف انه عيار 14؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، ده ذهب المعدن النفيس، ما فيهاش هزار. وعليه شعبه الذهب بتحذر من الشراء عبر الفيسبوك، وبيقولوا يا جماعه احنا تلقينا شكاوى عن مشغولات غير مطابقه. خلونا ناخد معانا على التليفون المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبه العامه للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجاريه. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المحترمين. مساء النور يا باشمهندس. ماذا حدث للمصريين؟ يعني ايه نشتري ذهب على الفيسبوك يعني؟ والله هو ناس بتقدم عروض، الناس بتجري ورا اي حاجه رخيصه، وبالتالي هو بيضيع فلوسه ومدخراته في ان هو وقع في فخ حد نصاب. ده مما لا شك فيه. ايه اللي حصل؟ يعني نوع الشكاوى اللي وردت ليكم كانت عامله ازاي؟ حضرتك بيجي بعض على صفحات الفيسبوك في ناس بتقول ان احنا بنبيع ذهب مستعمل. والذهب المستعمل ده بنبيعه بمصنعيه بارقام بسيطه جدا، 10 و20 و30 وارقام كده زهيده في المصنعيه. ايوه. فبيبدا الناس تقول طب ما انا اشتري منه، بيبدا يتواصل معاه، طب الخاتم اللي انت فرضته لي ده 5 جرام او 10 جرام، هتاخد مني مصنعيه فيه كام؟ 10 جنيه في الجرام، وبيبعته له مع حد مندوب لغايه البيت عنده. تمام، بياخد عنوانك، بيبعت لك الحاجه، واخد منك الفلوس ومشى. هو معاه ميزان، بيوزن لك الخاتم قدامك، ميزان بطاريه كده، فانت بصيت لقيت ان هو ميزانه فعلا 10 جرام، دفعت الفلوس زي ما انت متفق عليها. ماشي. المشكله ان اساسا بيطلع في من الحاجات ديت عيارات مش مظبوطه. هو بيصنعوا الخواتم ديت اساسا عشان يبيعوها بالشكل ده. يعني بدل ما هو بيصنعه عيار 18 او عيار 21، بيبدا يخلي بعض الجرش تنتجه له بدل ما هو 18 يبقى عيار 12، عيار 10، عيار 14، وهو بيبدا يسوقه للناس، بيقول ان هو ده، وهو طبعا هو مكان غير خاضع للرقابه، يعني لا في مصلحه دمغه وموازين هتشوف ولا هتراجعه ولا جهاز حمايه مستهلك. هو قال لك ان هو الخاتم ده بص عليه في الصوره زي الجديد، وهتدفع فيه مصنعيه رقم زهيد جدا. فهو بيبدا الناس تنجذب لهذا الامر، تبدا تشتري منه. هو الموضوع مكسبه في ان هو الخاتم اللي باعه ده عياره مش 21، ده عياره ممكن يبقى 9 او عياره 12. فهو دي الفخ اللي الناس بتقع فيه. انا بقول لك ان هو مستعمل،
ولا في حاجات بتطلع فعلا هي مستعمله، وفي حاجات تانية هم بيصنعوها بعيارات قليله وغير مطابقه للمواصفات عشان يبيعوها بالشكل دوت. يجي بعد كده اللي اشترى بينزل محل عايز يبيعه، هو شاري خاتم عيار 21 بيجي يبيعه ما بيطلعش ولا 21 ولا 18 وممكن يطلع اي حاجه. المكان اللي انت اشتريت منه هنا بقى فين؟ في الهواء. ما تعرفوش الهواء ولا فاتوره ولا دياوله. حتى لو عمل لك فاتوره، هو انا لو عملت لك فاتوره هو فيه صعب ان واحد يقعد على البرنتر يعمل لك فواتير؟ يعمل اللي هو عايزه على البرنتر، يعمل اللي هو عايزه. بس انت اساسا انت لما بتشتري من محل، فانت بتشتري من محل انت عارف عنوانه، المحل ده له بطاقه ضريبيه، ليه سجل تجاري، البضاعه اللي عنده موجوده في الشارع بتمر عليها مصلحه الدمغه والموازين، المفتشين بتوعها بيراجعوا العيارات، لو في عنده مشكله هيخش السجن وهتبقى كارثه بالنسبه له طبعا. يبقى هو هنا جهاز حمايه المستهلك بيضمن لك كل حقوقك، وان انت لو خدت حاجه وفيها مشكله بترجعها وبتغيرها وكل الكلام. فالناس اللي جرت ورا السعر القليل او العروض الوهميه، وبعدين ده في البعض بيقول لك زيرو مصنعيه، طب زيرو مصنعيه ما هو صنع ازاي؟ يعني مش هدفعك مصنعيه بس اشتري. تمام؟ كل الكلام ده برضو بيبقى الفرق بتاعه في المشكله الثانيه في العيار. حاجات بتتصنع مخصوص عشان يتغش والناس تتغش فيها. وممكن تطلع حاجات مسروقه بقى. افندم؟ وممكن تطلع حاجات مسروقه مجهوله المصدر، ما اعرفش جت منين. طبعا طبعا. ده في حاجات كمان، لو في واحد حرامي سارق شقه، لو راح يبيع في اي محل المحل هيبلغ عنه. طبعا. يعني لو في حرامي كسر شقه وعنده بعض المشغولات، لو راح يبيع في اي محل هيبلغ عنه. طب ايه المانع ان انا ابدا اعرضها على صفحات اللي هي التواصل والنت ديت؟ بيبدا يعرض، وبعد كده اللي اشترى بيقع تحت طائله القانون، وبيبقى هو ايه اللي اشترى من واحد حرام. بالظبط. طب سؤال يا باشمهندس، في رايك ايه اللي يدفع الناس انها تقبل على هذه الصفحات او تشتري منها؟ يعني ايه اللي يخليه يعمل كده؟ هقول لحضرتك حاجه، هو الدنيا بصفه عامه فيها غلاء. فهو لما بيجي حد بيبدا يستغل نقطه الضعف، ان انا ايه يعني، هو الذهب غالي. المصنعيه فعلا المصنعيه المظبوطه هتبقى غاليه لان تكلفه الانتاج غاليه والضريبه وما الى ذلك. حد هيقول لك تعالى هبيع لك من غير ضريبه والمصنعيه قليله، فهو هنا بيبدا يعني ايه يجذبك بالسعر اللي هو القليل. فالناس بتبدا تروح في الحته دي. لكن الناس لو عقلت الامر، لما واحد يقول لك انا ببيع لك زيرو مصنعيه، طب هو صنع ازاي؟ يعني انا لو فكرت كده لحظه، هو لما واحد بيقول لي انا مش هاخد منك مصنعيه خالص بتشتري مني، امال هو هيكسب ازاي؟ طب هو صنع بكام؟ لو انا وقفت وفكرت كعميل لحظه على حقي واضمن حقي ازاي، واخد بال حضرتك، اكيد مش هنقع في كده. زي ما بالظبط مثلا حد البنك بيدي سعر فايده مثلا وليكن 10%، لما يجي حد يقول لك ايه انا هاخد فلوسك واستثمرها لك وهدي لك 50%. ايوه المستريحين دول مثلا. فالناس بتبدا على طول تقول ان انا ايه، طب انا اروح لابو 30%، هو رايح للي هياخد فلوس. انت واخد بال حضرتك؟ طب مش ده برضه هياخدنا يا باشمهندس لمساله انه سعر الذهب في مصر دايما اغلى من بره مصر. دايما. لا مش دايما، كان اغلى في فتره قبل كده. كان الذهب في مصر لغايه برضه نقوله عندنا يعني اكتر من تاريخ، احنا لغايه يوم 20/3/22 قبل ما يحصل عندنا ازمه الدولار وما الى ذلك، فكان عندنا سعر الذهب في مصر هو سعر الذهب في العالم. لان احنا كان عندنا سعر الدولار ثابت، وكنا على طول نفس السعر اللي هتشتري بيه في مصر في دبي في سويسرا هو نفس الكلام. جينا بعد كده مع تغيير سعر صرف الدولار والجنيه والمشاكل اللي حصلت ديت، فما بقيناش نستورد الذهب، حصلت المشاكل في توفير العمله والاستيراد، فبدات الناس تضارب على سعر الذهب الى ان وصل في لحظه من اللحظات ب 2800 جنيه. فاحنا كنا فعلا ساعتها اغلى من السعر اللي هو العالمي، والشعبه طلعت وقالت ان احنا سعر الذهب عندنا اللي موجود في السوق محمل بسعر اكثر من سعر عالمي، ما قيمته حوالي 20 او 25%. ساعات اكتر. وكان مش ساعات، ده في الوقت ده. وكان حلا لهذا الامر ان الشعبه تقدمت بمبادره لمعالي رئيس الوزراء، مظبوط، بان احنا اعفاء الذهب اللي قادم مع الخارج، اللي جاي مع الناس القادمين من الخارج. ايوه. من الجمارك. اول ما حصل هذا الامر نزلت اللي هي ال 20% اللي كان كده، فنزل الذهب من ال 2800 ل 2200 و 2250.
اللي هو الرقم اللي كان مغالى فيه، اللي هو نتيجة العرض والطلب، كان عندنا طلب كتير وما كناش قادرين نستورد. فلما اتفتحت اللي هو اتخفضت الجمارك او اتلغت الجمارك في اتلغت الجمارك على الذهب اللي جاي مع الناس، فبقى السعر دلوقتي انا السعر اللي عندي النهارده تقريبا هو السعر اللي بيشتري بيه لو حسبته على تحويل سعر الدولار والصرف والكلام ده، هتلاقيه هو نفس السعر اللي بيشتري بيه في اي مكان في العالم. يعني خليني نحسبها واحده واحده، مش حتى مش حساب دقيق. سعر الدولار المفروض ان هو حوالي 30 جنيه و80 قرش على سعر البنك المركزي، لو انا حطيت عليه 10%، ما انا جاي لك اهو، لو انا حطيت عليه 10، انا بتكلم لو انا يوسف سافرت وهشتري ذهب من اي حته في الدنيا، مسافر انا، فوالله ساعتها البنك هيحاسبني سعر المركزي زائد 10% اللي هي المصاريف بتاعه التحويل، فهيزيد له حوالي 3 جنيه، 3 جنيه و10 ساغ و20 قرش. احنا دلوقتي ما عندناش استيراد ذهب، هي دي بقى النقطه، احنا ما عندناش عمله متوفره عشان خاطر افتح اعتماد ويفتحوا اعتماد لحد يستورد ذهب على سعر اللي هو سعر البنك المركزي 30 او 31 جنيه اللي موجوده، واخد بال حضرتك؟ فهو الذهب بيتحسب على سعر التداول في السوق العادي، يعني الناس اللي جايه بيقول لك ان انا ايه ايوه يعني انا عمليا برضه لسه اغلى من بره. لا ما انت بتحسب هنا، ما هي دي النقطه اللي هي اللي عندها الكلام، يعني سعر الدولار في الساغه، سعر دولار الذهب في الساغه دلوقتي 40.5. ما تقدرش تقول في الساغه، هو سعر الذهب اللي موجود في مصر لو حسبت عليها هيطلع معاك الدولار مثلا ب 40.5 لو حسبته. ما هو كتير، بس هو انت ما هو مش كتير، ما انت ما عندكش فرصه ثانيه، انت مش بتستورد ذهب، احنا ما عندناش ذهب نستورده. فلو توفر الذهب، لو توفر الدولار واعتماد انك انت تستورد الذهب على السعر بتاع البنك المركزي، اكيد هيبقى متوفر الكلام ده، والكلام ده كان موجود لغايه، وده الكلام اللي احنا بنقوله اللي بدات بيه الكلام، ان لغايه يوم 20/3/22 كان سعر الذهب بيتحسب على 15 جنيه و70 قرش اللي هو السعر بتاع البنك، ما كانش فيه سعرين. يعني ما كانش موجود في السوق عندنا 15 جنيه و70 قرش في البنك، ومثلا وبره البنك 15 جنيه و80، ما كانش موجوده، كان السعر واحد اللي هو بيتحسب عليه. اوكي، ما هو حد قلت حد اللبس اللي احنا عنده ان هو ربما يكون في اكتر من سعر موجود، سعر اللي هو السعر سعر الدولار في البنك، وفي سعر العقود الاجله واسعار ثانيه، فعشان كده دي اللي فيها اللخبطه. بس لما تحسبها هتلاقيها برضو احنا بقينا افضل مما كنا عليه لما كان الذهب 2850 جنيه. ما احنا مش عايزين برضو يا باشمهندس نحسبها على افضل مما كنا عليه، احنا عايزين نخليها افضل الافضل طبقا للمنطق، او الافضل طبقا للسعر العالمي، مش عاوز دايما نحسب الحاجه بطريقه افضل من اللي فات، يعني لانه في النهايه حضرتك حتى قلتها في النهايه خالص، الناس بتروح عامله مضاربه باعتبار الذهب مخزن القيمه، الحق يا جدع هات الذهب بسرعه الاحسن بعدين يحصل في الامور امور، كل طول ما الكلام ده بيبقى موجود، طول ما دايما مش هيبقى في دولار متوافر لاستيراد الذهب، لانه على طول كله هيروح مخزن دولارات علشان يعرف يتعامل بيها لانه خايف. لما يتوفر الدولار الاول ان شاء رب العالمين باذن الله لكل الاحتياجات اللي هي الاهم من الذهب، يعني الاحتياجات الاساسيه، هتلاقي بعد كده باذن الله هيبقى متوفر دولار للذهب، وهتلاقي نفسك انت ماشي على نفس السعر بتاع البنك المركزي متوافر بامر الله. قول ان شاء الله. احنا النهارده ان شاء الله، ما انا قلت لحضرتك احنا النهارده ما نقدرش نقول ان احنا عايزين نستورد ذهب ونقدمه طلب ان احنا نستورد الذهب على سعر البنك المركزي، وفي اولويات اهم، في ادويه وفي اغذيه وفي ما الى ذلك. ده كلام كلام مقدر ومحترم بصراحه. ربنا يخليك. اشكرك يا باشمهندس، كل الشكر ليك يا باشمهندس. المهندس لطفي منيب نائب رئيس الشعبه العامه للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجاريه. صح الكلام اللي قاله ده كويس، مش هنقدر نتقدم دلوقتي بطلب توفير عمله في حين ان احنا محتاجين العمله لاجل سلع اكثر اهميه واكثر اساسيه واكثر استراتيجيه للبلاد. ده كلام سليم 100%. كلام السليم برضو انه بليغ حمدي هو حدوته كبيره يجب دائما ان تروى، لانه الرجل الحقيقه تعدى مراحل الابداع. راجل عمل رحمة الله عليه هذا الموسيقي الموسيقار العظيم الحقيقة بليغ حمدي، عمل موسيقى لكل شيء، يعني الرجل أبدع في الموسيقى لأجل الغناء العاطفي.
أبدع لأجل الغناء الوطني، أبدع في موسيقى لأجل الغناء الشعبي، أبدع لأجل موسيقى في الإبتهال والإنشاد. مفيش حاجة أو مفيش لون موسيقي بليغ حمدي ما أبدعش فيه، لدرجة أنه فاجأ الكل وفضل يفاجئ الكل. فأنا حتى بتفاجئ، معقول بليغ حمدي النهاردة 92 سنة؟ لا أتصور دائما في ذهني صورة بليغ حمدي أبعد من الصورة اللي احنا شايفينها قدامنا دي، لا أتصورها أبعد من كده. يظل بليغ حمدي بالمناسبة بموسيقى حاضرا، وإن كان غائبا عن هذه الدنيا بجسده فهو حاضر طول الوقت بإبداعه الموسيقي. طبعا يتحدث في ذلك أفضل مني عشرات المرات ناقدنا الموسيقي الكبير ومؤرخنا الموسيقي الكبير أستاذ محمد دياب. أهلا أهلا أهلا. أهلا بيك يا فندم. إزاي الأحوال؟ كله تمام؟ تمام بخير الحمد لله. بليغ حمدي 92 سنة، مين يصدق؟ و 190 سنة هيفضل بليغ حمدي، وتفضل ألحان وموسيقى يعني مالية الكون، يعني مالية الفضاء. ليه هتفضل موسيقى بليغ حمدي مالية أذهاننا ومالية وجداننا وهتظل كذلك؟ إيه سر بليغ حمدي؟ الجمال والصدق يعني، والإتقان في العمل. وأكيد كل موسيقى يعني جميلة وخالقة ومتقنة تفضل حية وعايشة طول الوقت يعني. في رأيك إيه أروع ما قدمه بليغ حمدي؟ أروع ما قدمه بليغ حمدي طبعا هو لما اكتشف الفلكلور. يعني بليغ بدأ التلحين سنة 56، قبل التلحين كان مطرب معتمد في الإذاعة وسجل حوالي 13 أو 14 أغنية كالعادة. يعني من طفولته هو كان نفسه يبقى مطرب زي محمد عبد الوهاب وكده. بعدين تدريجيا اكتشف انه في ملكة التلحين، والأستاذ الشجاعي قال له لا انت تلحن وتتوقف عن الغناء وكده. وقد كان بس قال له انا مش هعتبرك ملحن الا لما تخلص دراستك في المعهد وكده. طبعا هو كمل دراسته في معهدين وفي كلية الحقوق، وما كملش ولا دراسة من الثلاثة، يعني كلية الحقوق ومعهد الموسيقى العربية في شارع فؤاد، ومعهد العالي للموسيقى، معهد الموسيقى المسرحية اللي عمله الدكتور الحسني اللي كان في شارع المبتدئين. ما كملش أي دراسة من دول، ولكن هو كمان خارج كده جاب مدرسين يعلموه المزيكا، وكان ناوي يسافر روسيا يدرس الموسيقى في موسكو في الستينات في عز ما هو بليغ حمدي. يعني هو اعلن عن ده سنه 65 66 انه عايز يروح يدرس الموسيقى في موسكو، شايف يعني مش مكتفي، وفي نفس الوقت قال انا هرجع احفظ القران الكريم علشان اتجوز في الحاني بشكل افضل، لانه هو نبع كبير جدا للموسيقى. هو لما اكتشف الكلور سنه 64 تقريبا مع الابنودي، يعني الابنودي هو اللي حط شويه يعني على كونه ثنائي مع محمد رشدي. فاكتشف ان في نبع لا ينضب من الموسيقى الفلكلوريه وموسيقى الصعيد وايقاعات وكده، فدخل التجربه دي. التجربه دي هي كانت حاله التوهج بتاعه، يعني نقدر نقول 64 لحد طبعا ما توفى عبد الحليم حافظ. بوفاه عبد الحليم ووفاه السيده ام كلثوم فقد اكبر صوتين كانوا بيغنوا الحان. وقتها في السبعينات كان متزوج من المطربة وردة، فكان بعد الزواج حصل شوية مشاكل مع الفنانة نجاة الصغيرة، مع طبعا كان في قطيعة مع فايزة أحمد مع شادية قلت تعاونه شوية، حتى مع خاف راضي اللي هي يعني تجربته اللي هو يعني صنعها قلت شوية يعني. فكان قدامه صوت وردة بس تقريبا يعني، ورشدي وكده يعني. بعد انفصاله عن ورده رجع تاني بقى التعاون اكتر مع شاديه ومع نجاه وكده يعني. بس هو خسر اهم صوتين طبعا بينقلوا صوته الحانه عفوا للعالم كله، طبعا السيده ام كلثوم وعبد الحليم حافظ. والاصوات ملهمه في الالحان يعني، كل ما كان الصوت كبير يعني بيبقى الابداع كبير، يعني بيدي ابداع في التلحين على قدر وقامه هذا الصوت. طبعا قدم حاجات عظيمه بعد كده مع ورده برضه ومع شاديه ومع نجاه ومع فايزه احمد بعد انفصالها عن محمد سلطان سنه 81، عمل لها حبيبي انا اتغرب، وكان هيعمل لها سيدي انا بس ده الميادة الحناوي، وعمل لها غنوه وطنيه.
فالمرحلة الذهبية بتاعته زي ما قلنا بدأت من 64 65 مع اكتشاف الفلكلور. ألحانه أصبحت يعني ساطعة، ويعني الجمال فيها كان لا يقاوم، يعني شعبياته مع رشدي، شعبياته مع شادية، الحنة الحنة وقولوا العين الشمس والعدك مية بنين العسلية، حاجات كتير قوي يعني مع رشدي طبعا، ومع عبد الحليم حافظ. يعني عبد الحليم اعتمد عليه، عبد الحليم لما الاستاذ كمال الطويل اعتزل التلحين كان في خلاف بين عبد الحليم والموجي، اعتمد بشكل كلي تقريبا على الحان بليغ حمدي من 66 لحد 74 ايضا من حفظ الله اخر غيره في الوطني وفي العاطفي. وبليغ لحن انشاد طبعا طبعا للشيخ النقشبندي مولاي، يعني لما بيحكي الاستاذ وجد الحكيم كان في برنامج اسمه اخوه الحق كان هيتعمل في رمضان اعتقد 72 71 72، وكان في في عرس احدى بنات الرئيس انور السادات طلب ان هم اليوم يتعاونوا، ليه ما يتعاونوش؟ فحصل التعاون ده طبعا، عمل مولاي وكذا حاجه تانية، بس طبعا مولاي هي اكثر حاجه نضحك يعني. كانت مشهوره جدا، يعني كنا نسمع انه مولانا النقشبندي كان معترض انه بليغ حمدي هيلحن له. لا هو ما كانش معترض، هو كان مندهش يعني، طب بليغ لو لحن هيقدم ايه؟ هو بيقدم في الكلور وايقاعات صعيدي ومرحه وكذا، طب هيعمل ايه في الانشاد الديني؟ يعني بس طبعا عمل يعني. وزي صحيح. ما بيحكي الاستاذ وجدي الحكيم انه قال الاستاذ وجدي لانه كان مسؤول وقتها في الاذاعه عن الموسيقى والتسجيل الالحان، قال له انت هتشوفني من ورا الازاز مع بليغ في الاستوديو، هو هيسمعني اللي هو حضره، لو عجبني انا هخلع العمامه واحطها على المكتب. ايوه. لو ما عجبنيش مش هخلعها. فبيقول ان هو خلع العمامه وبعدين خلع الجبه وقال له كان ممكن اخلع القفطان كمان يعني من كتر اعجابه باللحن يعني. قال لهم بليغ ده جن. ايوه. الله يرحمه الله يرحمه. أنا بشكرك جدا جدا جدا, جداً يا أستاذ محمد، نورتنا وشرفتنا كاتبنا وناقدنا الموسيقي الكبير الأستاذ محمد دياب. هو ده بليغ، يعني دائما مبهر مولانا النقشبندي. وطبعا والرواية عن أستاذ وجدي الحكيم كان مستغرب، يعني ده راجل بيعمل موسيقى عاطفية، يعمل موسيقى شعبية، يعمل فولكلور، يعمل أي حاجة، لكن معقولة يا جماعة هيلحن إنشاد ديني؟ وبالفعل كان في الآخر خالص إحنا سمعنا مولاي، شيء مبهر شيء مبهر. وهكذا هم المبدعين دايما يفاجئوك. طب تعال نروح لحدوتة تانية، هي كلها كام يوم وينطلق وتبدأ، أو بالفعل بدأت الاستعدادات الخاصة والفعاليات الجديدة للمهرجان الشهير، مهرجان الجونة السينمائي. مهرجان الجونة الحقيقة أثبت نفسه خلال سنوات ماضية، مهرجان الجونة قدم الحقيقة عشرات الأفلام خلال السنوات الماضية، دعم صناعة السينما أكتر وأكتر بجانب المهرجانات اللي موجودة، وبالتالي نقدر نقول أنه خلاص هي كلها كام يوم ويعود إلينا مهرجان الجونة مرة تانية. معانا على تليفون سيد انتشال التميمي مدير المهرجان. أهلا 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 وسهلا بك. ويعود المهرجان الجونة مرة أخرى إلى السماوات والسينمات العربية والعالمية، مظبوط كده؟ هذا صحيح. هل هنقدر نقول ما الذي يقدمه الجونة بعد فترة من التوقف؟ الحقيقة التوقف انطانا فرصة لكي نعرف مقدار الحب والاهتمام اللي يحظى به المهرجان سواء من القادة العرب والجمهور أو من المختصين السينمائيين العرب العالميين. يعني هي الفرصة اللي أكدت أنه هذا المهرجان بتوقفه نهاية السنة كان أنت أفد يعني فراغ كبير، فاستعادته راح تكون بها وجهة كبيرة. إحنا راح نساعدنا على أن نقدم أشياء جديدة، أن نلقى وسائل لكي نوصل أفكارنا
برامجها بشكل اوسع وافضل، وهذا اعتقد راح يكون في دول الحاميه، حيث لا اعتقد انه البرنامج السينمائي هو في افضل احواله. احنا دائما مشهورين بمستوى الافلام اللي نستحضرها، لكن هذه السنه كانت هي الافضل لعده اسباب. اولها انه يعني عوده البرجان خلت ثقه كبيره جدا في البرجان مستمر. ثانيا انه هناك هاي السنه انتاج سينمائي واسع جدا عربي ودولي. فهذا ايضا لائم بعوده الدوله. وهناك ايضا مشاريع ممتازه سينمائيه، وتصور انه هذا كله راح يستقبل بشكل جيد جدا. عظيم جدا. طيب سيد انتشال، يعني تم تشكيل بالفعل لجان التحكيم الرئيسيه للمهرجان. صحيح هذا تم تشكيله من فتره طويله، لكن استقبل من فتره قصيره، لذلك اعتقد احنا غدا او بعد غد سيصدر بيان صحفي باسماء لجان التحكيم، لكن احنا اعلنا بعض الاسماء. اعلنا اولا رئيس لجان التحكيم الافلامي وهي طويله، وهي من البوسنه ياسمين باريتش، وهي مخرجه عالميه موبوقه سبق ان رشحت الاوسكار وفازت بالدور الذهبي، وايضا هي من فاز قبل 3 سنوات بجائزه الافضل فيلم روائي طويل في مهرجان الكون السينمائي، فهذا ايضا يضيف الى شيء. هناك ايضا الاستاذه لوسي من امريكا، هي مخرجه سينمائيه يعني تراكمت اعمالها منذ اكثر من 20 سنه، اضافه الى مخرجه سينمائيه جديده هي فازت قبل 3 سنوات بجائزه بالدور في كان، اختارناها لكي ان تكون رئيسه لجان التحكيم الافلام القصيره. طبعا 3 لجان تحكيم كلها تدعي اعمالها نساء، والمصادفه ايضا لجنه التحكيم الفبراسي اللي هي لجنه التحكيم الرسميه منذ على الهامش، ولجنه التحكيم ديسباك التي تعلم بالسينما الاسيويه وهي على الهامش ايضا اختاروا افلام رئيسه لجنه التحكيم امراه. نفس الشيء احنا استعدتنا العام الماضي قبل سنتين استعدتنا مسابقه لافلام البيئه، واختارنا ايضا لها رئيسه لجنه التحكيم امراه هي كاترين دوسار المنتجه الفرنسيه المعروفه. عظيم جدا. هل تم اختيار او التوافق على اختيار فيلم الافتتاح؟ هذه السنه ما يكون عندنا فيلم افتتاح احتيادي طويل، وهذا هناك فيلم قصير يعني راح يكون لاول مره يفتتح مهرجان فيلم قصير، وبالتالي راح يكون يعني في التجربه الجديده نتوقع ان تستقبل بشكل جيد ان شاء الله. انا بشكرك جدا جدا جدا. أشكرك جدا سيد انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة، وكل تمنياتنا لمهرجان الجونة بالتوفيق في دورته الجديدة. زي ما كنا بنقول بعد طول انتظار كانت فترة توقف نعتبرها جدا استراحة المحاربين لو صح التعبير. طيب أيضا كانت هناك أمور متوقفة، يعني مثلا مش بس مهرجان الجونة الحقيقة، ولكن على صعيد آخر تماما مهرجانات المصريين، مهرجانات المواطن المصري العادي، المواطن المصري أو البني آدم المصري المحب لآل البيت والمحب لأولياء الله الصالحين. أظن كلنا نحب مولانا سيدنا السيد البدوي والمولد بتاعه في طنطا. 3 سنين ما كناش بنحتفل بمولد السيد البدوي في طنطا، ويمكن للأسف كان البداية بسبب جائحة كورونا، والآن يعود إلينا المولد أو مولد سيدنا السيد البدوي. معنا على التليفون الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية. أهلا أهلا أهلا، ونقول إيه ألف مبروك علينا عودة مولد السيد البدوي.
أهلا بيك يا شيخ خالد. كل عام وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة، وعيدوا علينا بكل خير ويمن وبركة. علينا جميعا يا رب. طمنا على مولد سيدنا ومولانا السيد البدوي. سيدنا ومولانا السيد البدوي في ناس كتير ما تعرفش النسب الشريف. فلابد إن احنا نلقي الضوء ولو لحظات كده. أرجوك تفضل. على نسب الشريف. حقق أعلام المؤرخين بأن مولانا السيد أحمد البدوي ابن السيد علي البدوي البدري ابن السيد إبراهيم ابن السيد محمد ابن السيد أبي بكر ينتهي نسبه إلى سيدي علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي رضي الله عنهم جميعا، ابن ستنا السيدة فاطمة الزهراء بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اتولد سنة 596 هجرية بمدينة فاس بالمغرب، ونشأ في أحضان أسرته الشريفة، حفظ القرآن وهو عنده من العمر 10 سنوات، ودرس وشرع في العلوم الشرعية على يد والده وعلى يد أخوه حسن الأكبر. ثم ارتحل إلى مكة المكرمة سنة 603 هجرية، وأتم النشأة المباركة في رحاب المسجد الحرم النبوي الحرم المكي. الحرم المكي. اشتغل هناك بالتدريس وعاد إلى العراق، ثم وصل مصر سنة 633 هجرية، ودخل طنطا مدينة طنطا سنة 635، عاش بمدينة طنطا 40 سنة حتى توفي وسلمت الروح إلى خالقها سنة 675 هجري. رحم الله مولانا السيد البدوي. رحم الله فضيلة مولانا الإمام. طيب من الاستعدادات بقى بتاعتنا بتاعت المولد يعني من ألقاب الشيخ العرب. أيوة. لفضله وكرمه وجوده ومن ألقابه البدوي لما لزمه من ملبس وزي، وكان من ألقابه الملثم لأن لا يتلثم إلا البدو، وكان يكنى بأبي الفتيان لعطفه على الصغير والكبير من بني الإنسان، فضلا عما كان عليه من قوة الجنان وحسن البيان وطلاقة اللسان. الله. طيب قلنا يا شيخ خالد، احنا استعداداتنا للمولد السنة دي هتبقى عاملة ازاي، خصوصا انا عارف ان الساحة تم تجديدها وبقت حاجة عظمة. يعني هو يقام له سنويا المولد الكبير في شهر اكتوبر، ويتوافق ذلك مع انتصارات اكتوبر المجيدة، ويتوافق ايضا مع العيد القومي لمحافظة الغربية، وشاء القدر أن يتوافق مع شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم عليها أفضل الصلاة والسلام. يقام لمدة أسبوع. حلو. بدأت من يوم 16 وتنتهي يوم الخميس القادم ليلة كبيرة، يعني من امبارح لحد الليلة. أيوة. الكبيرة الخميس الجاي إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله بأمر الله سبحانه وتعالى. كان هذا المولد متوقف بسبب جائحة كورونا من عام 2020. وحتى هذا العام نحمد الله تبارك وتعالى أن رفع عنا البلاء والوباء. الحمد لله والشكر لله. طب الوزارة مستعدة مع معالي محافظ الغربية. أيوة. بشأن إقامة المولد النبوي الشريف. حلو. وبدأ سيادته في حالة الاستعداد الكامل لتنظيم وترتيب وتكثيف كل ما يحتاجه المولد، مولد الشريف، مولد السيد أحمد البدوي. رائع. فتم التنسيق ما بين الوزارة وما بين المحافظة. أنا شايف إن الجهات الأمنية قائمة على أكمل وجه داخل وخارج المسجد، داخل صحيح. وخارج المدينة، على منافذ ومخارج مدينة طنطا، وطبعا جهد ملموس ومبذول من رجال الأمن.
وهذا يدل على يقظة رجال الأمن ووجودهم في الشارع وفي المسجد وخارج المسجد. إذا نتوقع وفي المداخل والمخارج يبعث الطمأنينة والسكينة والأمان في نفوس الوافدين والمريدين وأهل البلدة. بأمر الله سبحانه وتعالى هتبقى الليلة الكبيرة من أجمل ومن أبهى الليالي إن شاء الله يوم الخميس الجاي، وبمنتهى الأمن والأمان والاستقرار والبهجة نحتفل بمولد سيدنا السيد البدوي. أنا بشكرك جدا الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية. كل سنة وكلنا طيبين. خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. اهلا اهلا بحضراتكم. زي ما كنت بقول لكم في اول حلقه، اقدر اقول لك السباق الرئاسي انطلق وبقوه، وبعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسه لازم نسال السؤال: ايه هي اهم الضوابط وما بين قوسين والمحظورات الدعائيه في الانتخابات الرئاسيه؟ خير من يحدثنا طبعا أقول إيه بس؟ يعني أنا أتشرف بأن أنا أقول صديق وأخ أكبر سيادة اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، ويعني عشرة طويلة منورنا يا دكتور. ده شرف ليا. إزاي حضرتك؟ إزاي الصحة؟ ده إحنا أكتر والله. أنا في قمة السعادة إن أنا مع حضرتك. يعني شجل. سبحان الله، النهاردة تبقى الحلقة والنهاردة الرئيس يقدم الأوراق الحمد لله بتاعته على طول. الحمد لله. هبدأ الأول بأهم الضوابط تمام بتاعة الانتخابات. ممكن تسمح لي يا أستاذ يوسف في الأول وإحنا في نشوة احتفالات الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر، أنا بوجه للسيد رئيس الجمهورية شخصيا يعني كامل التهنئة والفخر بهذا النصر العظيم، وبقول لسيادته إحنا بنستدعي دايما انتصارات أكتوبر عشان نكمل المشوار. صح. لابد إن إحنا نستخدم هذا في دعم واستكمال المشوار، وهو اللي قاله هكذا. فأنا بقول لسيادته بإذن الله بإذن الله المشوار هيكمل وعلى أكمل وجه بأمر الله سبحانه وتعالى وكل توفيق بإذن الله. الضوابط، ضوابط العملية الانتخابية. العملية الانتخابية دايما يا أستاذ يوسف لما بنقول وسائل مساهمة الشعب في السلطة، ممكن الشعب يقول لك أنا مالي ومال السلطة، أنا مالي ومال الحاكم، هو أنا بختاره أو أنا مش بختاره، أنا مالي ومال مجلس نواب، أنا مالي ومال مجلس شيوخ، أنا مالي ومال مجالس الشعبية محلية. لا، ده أول وسيلة من وسائل مساهمة الشعب في السلطة الاشتراك في الانتخابات سواء ناخب أو مرشح. حلو. وبالتالي عندنا أنواع كثيرة من الانتخابات. إحنا في ظل انتخابات رئاسية، انتخابات رئاسية الميعاد بدأ للتقدم من 5 ل 14 أكتوبر، واليوم تقدم السيد عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات. حلو. وزي ما بنقول هنفرق بين السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد عبد الفتاح السيسي المرشح. المرشح، أحسنت القول. وبالتالي اليوم تقدم سيادته. طيب، الدعاية الانتخابية والمحظورات وما إلى ذلك، وممكن ناس تتقدم تاني خلال لغاية 14 أكتوبر، وأنا متوقع إن اللي ما قدموش بيستكملوا الكشف الطبي، إيه البعض بيستكمل بعض تزكية بعض أعضاء مجلس النواب، البعض بيحاول الحصول على توكيلات وهكذا. السيد رئيس الجمهورية النهاردة في تدشين الحملة الانتخابية لسيادته، أنا بقول للشعب المصري وبكل فخر، حصل على تزكية 424 عضو مجلس نواب. كان كفاية؟ لا، ده حصل على تأييد 1,130,105 من المواطنين المصريين في محافظات الجمهورية، أعلاهم القاهرة والجيزة، وأقلهم عشان بعيدة وعشان عدد السكان قليل الوادي الجديد. وأعلى نسبة ترشيح أو تأييد جت لسيادته من الشباب اللي تحت 35 سنة، وده رقم لافت. لافت، ولما نقول للشباب زي ما أنت بتقول سيادتك رقم لافت، إنه للشباب
اللي اقل من 35 سنة، وده سن الشباب اللي اتقال عليه في الدستور اللي الدستور حدده. ده دليل ايه؟ ان الشباب واعي وناضج وعايز يبني بلده وعايز يكمل المشوار، ومش حكاية امن وامان فقط، حكاية اقتصاد وحكاية سياسة وحكاية ازمات بيئية وحاجات كثيرة ومشكلات عديدة ومتنوعة ومختلفة وفي كل الجبهات. الشباب عايز يكمل المشوار، فأعطى هذا التأييد بهذا الكم، يعني من 1,130,000 يا أستاذ يوسف 105، الشباب تقريبا 70%، وده رقم كبير طبعا. طيب هيتم لغاية 14 أكتوبر، وبعدين يتم إعلان القائمة الأولية وبعد اللي هي المبدئية وبعدين القائمة النهائية، ثم تبدأ الانتخابات في التصويت المصريين في الخارج 1 و2 و3 ديسمبر، و10 و11 و12 ديسمبر في داخل الجمهورية. حلو. كويس. من امتى الدعاية الانتخابية؟ تبدأ من يوم إعلان القائمة النهائية ومفيش طعن عليها خلاص، يعد منتهي يوم 9 نوفمبر. طب حد ممكن من المرشحين يسحب الترشيح بتاعه مثلا، يقول انا مش هكسب، انا حاسس ان انا مفيش ناس كتير مش هتأيدني وما الى ذلك، هل يقدر؟ بس اخر ميعاد 8 نوفمبر. يبقى لو ما تنزلش او سحب الترشح بتاعه 8 نوفمبر يبقى هو خلاص جزء من السباق الرئاسي، خلاص جزء من الماراثون الرئاسي، من السباق الرئاسي، او ما يطلق عليها، وانا ما بحبش المصطلح ده بس هقوله، المعركة الانتخابية. أنا ما بحبش المصطلح ده. ماشي. وبالتالي يبدأ السباق الرئاسي من 9 نوفمبر دعاية انتخابية. الدعاية الانتخابية بكل ما يمكن أن تتصوره، بس ما عدا بعض الممنوعات والمحظورات وعليها عقاب قانوني بنص القانون. طيب. أولاً إيه هي الدعاية؟ ممكن استأذن ان انا اخد ايه هي الدعاية ثم نذهب الى بقية الخطوات المتعلقة بالمحظورات واللي عليها عقوبة قانونية، ولكن كما جرت العادة بعد الفاصل نرجع مرة تانية لسيادة اللواء الدكتور طارق خضر استاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة. لو سمحتوا استنونا. طيب اهلا بيكم، واحنا لسه بنتكلم على مساله الانتخابات الرئاسيه ما بين الدعايه والمحظورات والمسموحات وما الى ذلك والضوابط. معانا بكل الترحيب سياده اللواء الدكتور طارق خضر استاذ القانون الدستوري باكاديميه الشرطه. اهلا بحضرتك مره ثانيه يا فندم. وقلت لي ايه هي الدعايه؟ تمام. ايه هي الدعايه؟ انه يحاول كل مرشح اقناع الناخبين بان البرنامج الرئاسي الخاص به منضبط ويمكن أن يتحقق وواقعي وليس كلاما خياليا أو وهميا، وإنما زي ما بنقول كده بلغتنا بقى في الشرطة وفي القوات المسلحة منضبط. كلام منضبط ممكن أن يتحقق على الأرض، على الأرض. وبالتالي ممكن يستخدم الاجتماعات، الحوارات، وسائل الاتصال، كل التقنيات الحديثة في أنه يوصل البرنامج والدعاية الانتخابية لكي يقوم بتزكية نفسه أمام الناخبين. حلو. طيب الاجتماعات لعلم سيادتك الانتخابية داخلة من ضمن القانون اللي بينظم الاجتماعات والمظاهرات السلمية، منصوص عليه. وبالتالي الاجتماعات الانتخابية لابد أن تكون بالكلمة المنضبطة اللي أنا بقول عليها، ما فيهاش خلل، يعني ما فيهاش شغب، ما فيهاش أمور تخرج إلى العنف طبعا. دي دعاية. طيب كل مرشح يعمل كل الدعاية بس في محظورات. إيه هي أهم المحظورات يا أستاذ يوسف؟ اولا لا يجوز له استخدام لغه فيها تهديد للوحده الوطنيه او السلام الاجتماعي. لا يجوز له استخدام شعارات دينيه. فاكر طبعا الشعارات الدينيه اللي كانت بتستخدم؟ لا يجوز
هذا بالمرة، لا يجوز، لا يجوز استخدام العنف أو التهديد باستخدام العنف أو التحريض عليه لا يجوز استخدام دور العبادة أو الجامعات أو المدارس لعمل دعاية انتخابية. لا يجوز استخدام وسائل النقل للشركات الحكومية أو قطاع الأعمال أو القطاع العام في نقل المؤيدين كل ما هو مملوك للدولة أو مؤسساتها المختلفة لا يجوز له أن يعطي وعد بهدية أو تقديم هدايا بمناسبة ترشحه، لا يجوز بالمرة، دي من المحظورات. لا يجوز له استخدام جدران المباني الحكومية لعمل رسومات أو كلام لتأييده. كل ديت من ضمن المحظورات. حلو. في حاجة تانية، الدعاية الانتخابية، في تمويل انتخابي وفي مصاريف انتخابية وفي حد أقصى في الجولة الأولى أو ما نطلق عليه إذا ما لم يكن هناك إعادة 20 مليون جنيه. والهيئة الوطنية للانتخابات من الأمور اللوجستية اللي عملتها واللي أعلنتها في المؤتمر الأول إنها خصصت بنكين، أعلى بنكين في مصر، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، للمرشحين يفتحوا حسابات فيه ويتم متابعة الحسابات والإنفاق على إيه وإيه وإيه. وفي جولة الإعادة إذا كان هناك جولة إعادة 5 مليون جنيه حد أقصى، ويمكن التبرع بحد أقصى 2%، يعني لو سيادتك حسبتها العشرين مليون التبرع بحد أقصى ب400,000 جنيه من الأشخاص الطبيعيين المصريين. يبقى شخص مصري طبيعي، يعني مش مؤسسة، مش شخصية اعتبارية، مش شخصية هيئة شركة. أحسنت، مش شخص طبيعي، مش شخصية اعتبارية. دي كلها لو خرج أي حد عليها تبقى محظورات للدعاية الانتخابية. الصمت الانتخابي، عندك إحنا صمت انتخابي قبل المصريين اللي في الخارج يعني 29 نوفمبر، وعندك صمت انتخابي يعني 8 ديسمبر للمصريين اللي في الداخل عند التصويت، قبلها ب 48 ساعة. افرض حد خرق الصمت الانتخابي أو حد عمل محظورات من اللي أنا قلتها لسيادتك يا أستاذ يوسف، يحصل إيه؟ إن الهيئة الوطنية للانتخابات بتقوم بإبلاغ المحكمة الإدارية العليا، ودي أعلى محكمة في مجلس الدولة المصري، وبتقول له إن في مخالفة دعاية انتخابية للمرشح فلان الفلاني، وبالتالي تقول الدعاية الانتخابية من فلان الفلاني عبارة عن إيه؟ 1 2 3 10. المحكمة الإدارية العليا على وجه السرعة بتستدعيه وتسمع أقواله وتفند أقواله وتشوف كل المستندات اللي مقدماها الهيئة الوطنية للانتخابات، وبالتالي تقرر هل هي صحيحة أم غير صحيحة، هل يستكمل السباق أم يتم شطبه. طب الصمت الانتخابي ده أيوه. يعني أعتقده شيء برضو بالغ التعقيد، يعني نعم. كل المرشحين هيبقى لهم الدعاية بتاعتهم أبسطها، نعم. هقول اللافتات اللي موجودة، نعم. طب قبل 48 ساعة من المرشحين هيبقى قادر على إنزال كافة اللافتات وجمع كل أنواع الدعايات بحيث أنه تبقى مصر خالية من أي شكل من أشكال الدعاية؟ مش هيشيل الدعايات، لكن مش هيعمل مؤتمرات ولا حوارات ولا يجي ولا يقدر، ولا طبعا وسائل الإعلام تقدر إنها تستضيف فلان أو فلان وهي عارفة إن في صمت انتخابي. حلو. وبالتالي لن يستطيع عمل مؤتمر ولا التحدث في وسط ناس أو ما إلى ذلك، لا يجوز له. لكن الصمت الانتخابي ممكن هتلاقي اللافتات وما إلى ذلك موجودة. موجودة. البنرات موجودة. طيب في الثلاث دقائق اللي فاضلين للأسف، في الثلاث دقائق دول بقى، إيه هي الحاجات التي سوف يعاقب عليها القانون وبشدة وصرامة؟ المحظورات كلها سواسية، يعني هتعمل عنف أو تقول أنا ههدد بالعنف لو ما عملتش كذا في اللجنة، هعمل كذا وحجيب لكم كذا وكذا وكذا، ده تهديد بالعنف، ممكن يتم شطبك. ترفع شعارات دينية أو إساءات
يتم شطبك، يظهر لك بأدلة ومستندات إنك استخدمت دور العبادة مساجد وكنائس ووضحت بنرات ووضحت إعلانات وما إلى ذلك، ممكن يتم شطبك. استخدمت جدران المباني الحكومية، ممكن يتم شطبك. وبالتالي كلها بوتقة واحدة، والعقاب فيها شديد. يعني إيه العقاب فيها شديد؟ محكمة إدارية عليا ممكن. يعني إيه شطب مرشح؟ يعني أنت كنت لا تستحق أن تدخل السباق الرئاسي من أوله، يعني أنت مش جدير أنك تمثل الشعب المصري لأن دي انتخابات رئاسية، أو أنت مش جدير أنك تبقى مرآة صحيحة واضحة سليمة للشعب المصري، وإنما استخدمت العنف وهددت الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، أو مش كل دول مع بعض، أو عملت أي حاجة من دول أي حاجة منهم. وبالتالي أنا شايف إن الأمور ستسير بطريقة سليمة. عندك الهيئة الوطنية للانتخابات يا أستاذ يوسف من الألف إلى الياء، من قاعدة بيانات الناخبين حتى إعلان النتيجة. إعلان النتيجة إمتى؟ 18 ديسمبر 2023. طب افرض مفيش حد من المرشحين حصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، يعني فوق 50%، يتم الإعادة بين أعلى 2 واخدين أصوات، ويتم الإعلان ساعتها في 16 يناير عن الجولة النهائية الإعادة. فيوم 16 يناير يعلن الفائز، أو 18 ديسمبر أو 18 ديسمبر. يا رب يا مسهل. على كل مما لا شك فيه ان احنا هنلتقي تاني، ده شرف دكتور ليه. احنا هنبقى متشرفين وسعدة جدا بهذه اللقاءات باذن الله. ربنا يكتب لنا جميعا العمر. انا مبسوط قوي، انت انسان محترم واعلامي متميز، وانا بقول لك قدام مصر كلها انت رجل تستحق التقدير. العفو يا فندم، ربنا يخليك يا فندم. ده كل حضرتك ذوق والله، وده عشان بتحبني بس حبتين شويه كده. ربنا يخليك يا دكتور. كل الشكر لسياده اللواء الدكتور طارق خضر، استاذ القانون الدستوري باكاديميه الشرطه. اتكلمنا على الانتخابات، الدعايه، المحظورات، المسموحات، كل ما هو متعلق وان كان بمنتهى التركيز حول العمليه الانتخابيه اللي احنا دلوقتي في قلبها. فلو سمحتوا خلينا كلنا نلتزم بهذه الامور. وبأكد عليك المرة العشرة والمية والألف، الهيئة هيئة الانتخابات كانت واضحة جدا، صح، الوقوف على مسافة متساوية من كل المرشحين، من كل المرشحين، ولنا في السباق الرئاسي اللي احنا دلوقتي في قلبه أسوة، وهتشوف بنفسك. خلصت الحلقة لحد كده. ثواني يكون موجود معاكم حالا بالا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10 اللي أكيد هيهني الزمالك، ولو كان لنا العمر من بكرة إن شاء الله الساعة 9 مساء نكون موجودين معاكم في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.